بالعراق كليته تقريبا هالموضوع هذا. دكتور هو بالضبط نبلش. نعم دكتور. ماشي يلا. ال DDH to start with DDH يعني أهم موضوع بي إنه how do we reach diagnosis of DDH. تمام مناسبة هو هذا أهم موضوع بال DDH. إحنا شلون نشخص DDH من أول يوم يجي الطفل للدنيا. يعني هاي إحنا حقيقة هاي معاناة بالنسبة لنا. ياما يجيبون مريض طفل وعابر الايج ليميت مالتنا. يعني انا قبل فتره جابوا لي طفل تقريبا عمره سنتين يقول لي دكتور شوفونا شو المشيه مالته مو طبيعيه. يعني تخيل هذا الطفل مر على عمره سنتين وما لاحظوا انه هذا الطفل عنده دي دي اتش. والسبب انا اعتبره سبب هو ignorance of the parent especially the mother. يعني أنا ما ذا بلهم كله عن مذر بس على الأقل يعني أكو أماية ذكية وأكو أماية مو ذكية. الأماية ذكية رأساً تلاحظ الفرق بالطفل وأول فرق تلاحظ الأماية بالطفل أبو دي دي اتش إيش راح تشوفون فرق أول ما تشوفه شباب؟ أحد عنده فكرة؟ دكتور أنا عارفة من تلبس الحفاضة أو شيء. عافية بتلبس شو تشوف فرق بيه؟ انه ما تنفتح رجليه. بالضبط مرات تواجه مشكله من تلبس الحفاضه تقول لك دكتور هاي رجله زينه اقدر امد يعني اقدر افتحها مثلا نقول ذا رايت سايد لكن الليفت ما اقدر افتحها. هاي وحده. هاي اذا المايه كلش يعني انتليجنت. بعد ايش ممكن نشوف؟ عفوا دكتور بس قول لا منتظر ما فرصتك دخول مجمدها شو دقيقه وشباب asymmetrical skin fold. تمام. Very good. This is يعني for the intelligent mother. راح تشوف أكو فرق بالسيمتري symmetry of the skin fold. وهذا الفرق بالسيمتري راح أشوفكم واحدة من pictures اللي تقدر تشوفنا إنه أكو فرق بين الاثنين. ما يمكن ما صارت الصورة أنا كلش واضحة من عقلها بس المهم تشوف الكريز on one side is little bit يعني مثلا تحسب الكريز صار الصورة ما طالعين لا ما طالع عارف ما نزلها بس ما أعرف راحت بالغير بس دقيقة شباب بس أيوة راحت أني مستعجل على الموضوع هذا بس راح أضطر أخذ لكم صورة لأنه أنا ما أخذ من الموبايل بالموبايل الثاني نقلهم. هو نقدر نأخذ بكتير منه مو شباب بالزوم؟ إيه عادي صار عادي من ال فوتوس لا يعني ككاميرا دكتور هو وين تفتح الكاميرا دكتور تقدر بس تفتح الكاميرا عندك صف ريموس دكتور صف ريموس موجود ستارت فيديو صف ريموس تمام دقيقة راح تشوف يمكن عندي بارسبت ماكو أكو ستارت فيديو بالصف الميوت ماكو بيكتشر
يعني تاخذ الصوره قدام هذه هي تفتح فيديو تطلع الصوره هيك تمام تمام بس انا راح انقل لكم اياها اذا يمكن اقدر ممكن همشي هذا هاي. اوكي يا سيد ازيل لك اياها بالفايبر نعم دكتور بس ايه واضحه اوكي هذه عندنا اي بي فيو عندنا البوستيرير فيو اوف ذا بيشنت اللي المفروض نشوف بي اكو فرق بالسكن فولز راح اشرحكم اياها هو شنو اللي يصير مرات يصير ابنورمال سكن فولد يعني مقارنه مثلا هسه اون ذا ليفت سايد اذا نحسب هنا 1 2 skin fold بينما هنا only one skin fold طبعا لازم يصير بالعكس لانه اوكي يعني اذا تشوفوا on the right side اكو عندنا 2 skin fold بينما on the left side there is only one skin fold واضحه الصوره نعم واضحه كانها تمام اوكي جود بالبوستيرير اذا نباوع البوستيرير هم نفس الشيء يعني اذا ما هي كليبر ويعني راح تشوف انه اكو هنا اكو فرق بالسكن فولد راح اشوف هنا مثلا هاي واحد هاي اثنين بينما هنا اونلي 1 سكن فولد ماشي شباب اوكي هاي واحد تمام انذر بارت او انذر سيمتوم هو ايرلي سيمتوم اللي ما ممكن نشوفه بالبيشنت اللي عنده دي دي اتش اكثر امهاتنا يقمطون الطفل صح ولا مو صح هاي يعني ويا البنات يمكن اكثركم تشوفون احنا نقمط الطفل ورا ما يقمطوه اذا متفقين اكو حركه يسووها الامهات يطبقون التو سولز مال الطفل ويدفعوهن مو انتبهت الى بالقماط ايش يسوون يعني يطبقون الرجلين اثنيناتهم سوا وبعدين يحطون شف ايديهم على اليمن على السول مال التو فيت تمام فالمايه الذكيه والشاطره ايش راح تلاحظ؟ راح تلاحظ انه there is difference in the length between the two souls يعني تلقى وحده صغيره وحده ناصيه وحده عادله يعني اكو shortening باللور لم واضح شباب؟ Well, these are the most two important early symptoms of ADHD. إذا أروح more late هذه تقدر تشيل ياها ال picture. ماشي. More late the presentation of patient. هذا الصورة راح أشوفكم هاي مو early late. شو راح نشوف؟ وضحت الصورة يمكن هالسين نعم إذا تشوفون هذا الخط الأحمر اللي هو بين الـ right knee
وبين left knee. تمام؟ زين نشوف there is طبعا هذا هو قياس اللينك مال الفيمر، هذا قياس اللينك مال الفيمر هنا. فأكو shortening. shortening هذا is due to the shortening of the femur. وحقيقة الفيمر مو short، حقيقة الفيمر there is no shortening of the femur, but because the femur is outside, يعني the head is outside the socket of the acetabulum, شي يبين الفيمر هذا يبين وكأنه ما short. صح مو صح؟ صح. يعني هو real shortening of the femur. There is no real shortening of the femur, but there is shortening of the thigh, not the femur. تمام؟ This is what we call Galeazzi sign, positive Galeazzi sign. This is for يعني خلينا نقول نشوفهم بعمر الأربعة أشهر، خمسة أشهر، مرات حتى ست أشهر. نقدر قصدي يعني عفوا بالست أشهر كل شيء يكون واضح، لأنه يقدر الطفل يعني يقدر يحرك رجليه إن 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 تقريبا يعني flexion of the knee تقدر تقارن بيناتهم. This is what we call Galeazzi sign. لكن نرجع earlier شنو ال early diagnosis مالتنا بعد early diagnosis of Galeazzi sorry of DDH. Barlow test. And now we have two tests very important. We have very important two tests which are Barlow test and Ortolani test. Barlow and Ortolani. هاي picture راح تشوفني وضحت يمكن يعني الصورة شباب. نعم. نبدي بما نبدي بأورتولاني تيست. ونريكم شو نحفظهم. يعني أورتولاني is used for dislocated hip, for dislocated hip, while Barlow test is used for dislocatable. هسه تقولي شو الفرق بين dislocated and dislocatable. Dislocated يعني الهيب is already dislocated. Okay? Dislocatable hip, the hip is inside the acetabulum but can be easily dislocated. يعني نسميه dislocatable. قابل للخلع. زين. شو أنا نميز بين الفنيين؟ أورتولاني أو من اسمه أو شوية حتى تحفظوها. أورتولاني بيش يبدي بيا حرف؟ أو. حرف الأو، أوكي، أو، وحفظة أو out، out، so ortolani is used for out، يعني dislocated، يعني head outside the acetabulum، so ortolani for dislocated hip، while the بينما Barlow راح أكيد Barlow for dislocatable hip. اوكي هاي بس حتى بالبداية نعرف انه شلون نميز بين الاثنين. أورتولاني for dislocated, Barlow for dislocatable, which is the simplest one. يعني خلينا نقول which is the best of these two conditions, dislocated or dislocatable. شباب لا مو يعني خلينا نقول from the prognostic point of view. الأحسن هو dislocatable. طبعا dislocatable at least better than dislocated. تمام؟ لأنه تلاحظون شباب Barlow test تقريبا يكون كلش positive بالبداية بس بعدين يكون negative. بعدين ليش؟ لأنه الهب ويا الوقت يصير stable، بينما الأورتولاني تيست ممكن يبقى positive ويا الوقت. المهم شو نميز بين الاثنين، أو خلينا نقول شو أنا أطبق الأورتولاني. أورتولاني اللي جوا هذا شو أسوي؟ كل اللي أسوي abduction gradual abduction of the hip joint. تمام؟ أنا راح أدفع abduction الهيب وين كان أول مرة؟ outside. تمام الهيد يكون هنا outside. من أسوي abduction الهيد راح يدخل داخل الاستابيلم. فش راح نسمع clunk طقة clunk of reduction. okay. فش راح نسوي gradual abduction إلى أن نسمع طق
target اللي هو ال reduction of the head inside the acetabulum. وضحت الصورة شباب لحد الآن؟ دكتور هنا الفينجر هم نستخدم هنا؟ ها الفينجر هنا مرات عادة هنا مو كلش نستخدم، مجرد إذا تلاحظون الثم هذا لازم الميديال aspect of the thigh، وليس the other finger لازم posterior aspect of the thigh، مجرد نسوي abduction فقط، فقط abduction. يعني ما سوى الرجل بالفينجر بالإندكس؟ ممكن مرات تسوي يعني حتى to make it easy تسوي pressure منين؟ من posterior اللي منه تدفع كأنما ترجع على الهيد back to its position من posterior aspect. ها تدفع كأنما شوية تساعد you assist the reduction. مرات تسوي abduction بس يوقف مي يعني شلون يقول جاي ما يرجع، بس من تدفع شوية posteriorly يرجع تسمع طقة مال reduction. هذا منه الأورتولاني تيست. عندنا إشكال بيه شباب؟ واضح. نجي على البارلو تيست. البارلو تيست is used for dislocatable hip، يعني هو الهب inside، يعني الهب داخل الاستابلوم، بس أنا أحاول أريد أطلع. أنا هنا سويت شباب تبين بالأورتولاني سويت abduction أول مرة وبعدين دفعت أني posteriorly. إذا دخل على لازم شو أسوي؟ abduction. عكس أسوي abduction وش أسوي؟ أدفع posteriorly. ديوار بالضبط. فهالطريقة هذه اللي تشوفون سويت abduction أول مرة وبعدين بيدي هذا أدفع posteriorly بهالشكل ديوار فراح it will dislocate. وهم تسمع طقة مال طلع مالته. مرات بيش يؤسست إنه هذا الثم مالتنا هذا مرات تخلي مو خلينا نلزم نفس اللزمة هذه مال هنا، بس يسوي بالثم ندفع laterally، يعني posteriorly ولaterally. وضحت شوية صورة شباب لو صار صعبة؟ لا واضح. ماشي، يعني الثم هذا الثم مالتي بدل ما هو هنا أنا أخليه هنا في المنطقة هذه، ونفس الوقت أدفع بهالاتجاه كأنما أخلعه للهب، أخلعه يعني أدكشن ودفع لاترالي، أدكشن وبالثم أدفع لاترالي. واضح شباب؟ تمام. إذا صار عندنا بارلو تيست بوزيتيف وعندي أورتولاني تيست يكون بوزيتيف، زائدا there is shortening of the lower limb، زائدا there is skin fold asymmetry. These are two early, يعني these are the earliest signs of DDH. Okay. شكينا هذا الطفل عنده DDH. What shall we do next? X-ray. Plain X-ray. فيني لو ما تفيدني شباب. جابوني. حسب العمر. انا infant. هسه انا هذا عندي infant عمره تقريبا ايام. Ultrasound is the best for diagnosing DDH. ليش؟ cartilaginous. لأنه الهيد cartilaginous، وبالتالي it is not seen on X-ray. فit's best to be طبعاً بس يحتاجنا a well-trained radiologist. يعني مو أي واحد يقدر يشخص يقول لك هذا عدد DDH ولا ما عدد DDH. But still أقدر استفاد من X-ray وأشخص DDH. شلون شباب؟ شلون ممكن استفاد؟ أبي أعمل سامبل إندكس؟ لا مو. أكو فد سان. شنتن لاين؟ مو شنتن لاين لا. راح أشوفكم إياها هسه شباب. Okay. This is what we'll have to show you. We'll have to talk about. Okay. We have what we call von Rosen view. Von Rosen view. شنو؟ الطفل بما أنه عن الهيد مالتي هذا. الهيد هنا والهيد هنا. تمام. But the head is not visible. Still not seen on X-ray. تمام. ما أنا عندي تصور وين مكان الهيد. عادة الهيد الدايركشن مالته
يمشي ويا الدايركشن مال من مال مال الفيمر الهيد ويا الدايركشن مال الفيمر صح مو صح؟ فاذا انا عرفت الدايركشن مال الفيمر تقريبا عرفت الهيد مالتي وين. فشو راح اسوي؟ راح اقول له للمصور او الاكس راي او الاكس راي راديولوجيست اقول له سوي لي فون روزن فيو. طبعا والجود راديولوجيست راح يعرف شنو الفون روزن فيو. اذا ما يعرف اقول له لا خلي لي الهيب جوينت الهيب جوينت ان ابدكشن 45 ديجري 45 درجه 45. لاحظوا هسه هذه يعني هذه عندي هاي انجل وهذه انجل ايش قلت هذه 45 تمام 45 اوكي. فاني اخلي هذا 45 وهذا 45 فلو تجمع هاي ويا هذا ايش راح يصير؟ قد يصير 90 صح ولا مو صح؟ 90 جود. ف اقول له خلي انفولف فون روزن فيو 45 درجه رايت 45 درجه ليفت وخذ لي اكس راي. انا ايش راح اسوي؟ جت الاكس راي مالتي كل اللي اسوي ارسم لونجيتودينال line through the femur وبي فوق longitudinal line from here up up تمام. راح اشيل الترسيمه مالتي حتى تشوفون انه ايش راح نشوف. انا عندي الاسابيوم هير هذا الاسابيوم شوفوا شباب هذا الاسابيوم اللي هو مكان التراي راديت كارتليج تراي راديت كارتليج اللي هو هنا تراي راديت كارتليج هذا الفراغ اللي يصير بالمكان الاسابيوم تراي راديت كارتليج يعني هو في زير بليت ما مبين بالاكس راي يبين على شكل فتحه نسميه تراي راديت كارتليج. طبعا تراي راديت اسمه منين جاي؟ جاي من هذا مرسيدس ساين علامه المرسيدس هذه. هنا عندي بيلفيك بون وعندي سوري الالياك والبيوبس والاسكيم ثلاثتهم يجتمعون وين؟ بالاستابيوم بهذا هذا واحد وهذا لاين ثاني وهذا لاين ثالث. بس انا من اخذ اكس راي اي بي يبين عندي بس هذا كانما تراي نسميه تراي راديت هذا هو هذا واحد مقابل الثاني هذا وهذا يبينون وكانما لاين واحد اللي هو هذا. وضحت الصوره شباب؟ أسد أشوفكم تراي راديت كارتليج حتى نعرف الأسابيوم وين تمام؟ فاللاين مالتنا اللي هو هذا نورمالي شوت باسز ثرو ذا أسابيوم. هسا هذا تقريبا إذا هذا هو الأسابيوم مالتي كليته اللي هنا هذا اللاين وين باس؟ On the right side it passes through the أسابيوم so it is inside يعني there is no dislocation. إذا check the left side لا هذا الاسابيوم مالتي هنا من الاسابيوم يشوفون الخط الاسود وين داخل بالاسابيوم لو اوتسايد الاسابيوم اوتسايد سو بما انه هذا اوتسايد هذا لاين اوتسايد اذا هاي الليفت سايد ذير از دي اتش بينما بالرايت سايد اللاين يكون داخل الاستابيلون so it is in, يعني there is no DDH. شو شيل تأشيرات حتى تكون واضحة بالنسبة لكم. هذا اللي طلعك إيش لو طلعت تأشيرات أول حصير. ما كشكل هسه يعني إذا هذا الخط الأسود on the right side راح أخلي عليه هذا الخط on the right side when they foot حرامات في هاي المنطقة كلها استابيلون. ده يفوت بالدائرة إن هذا إن اللف الرايت اللف سايد هذا هو الأستابيلم الخط الأسود ده يفوت بالدائرة ولا ما يفوت؟ لا يفوت برا خارج إذا معناته شنو it is outside يعني بمعنى ده تتخيل إنه الهيد مالتي هذا وين صاير outside الأستابيلم لأنه الخط كله برا فإذا أكيد الهيد هو outside يعني indirect ده ناخذ فكرة إنه بشكل غير مباشر إنه الهيد هو outside the asabulum. إذا أحد ما وصلت الفكرة خلونا نعيدها. أصور clear مو شباب؟ نعم إن شاء الله. أوكي good. ننتقل للمرحلة الثانية
أو خلي أنا أمشي وياكم diagnosis وtreatment. مو خلوني هيك أحسن لو نكمل ويا diagnosis. سوف نكمل الدياغنوز اوكي هذا الحد عمر 6 اشهر 6 months اني تقريبا ما اقدر اشخص بكل سهوله عدا الالترا ساوند وعدا الفون روزن فيو. الحد عمر 6 اشهر فالتشخيص مالتي مو سهل ليش لانه الهيد مالتي از نوت سين بيفور ذا ايج اوف 6 مانس اوكي افتر ذا ايج اوف 6 مانس القضية تصير سهلة. القضية تصير سهلة ليش؟ لأنه الهيد موجود. بما أنه الهيد موجود معناته راح أشوف أنه هل الهيد هو outside the استابلوم لو inside the استابلوم. راح أشوفكم إكس راي. أو ها هاي الإكس راي بس إذا تشوفون هنا. On the left side. عفوا لي ال right one. لنأخذ على الفون روزن فيو شباب. نعم. أوكي. فهسه هذا بالفون روزن فيو. إذا أرسم هذا longitudinal sorry هسه أرسم لكم longitudinal axis. طبعا ناسب هذا ما احتاجه. تعرفوا ليش ما احتاجه؟ لأنه ال head is seen here. فالفون روزن فيو هنا ما احتاجه. صح ولا مو صح؟ بس هي مجرد تصور لكم حتى تشوفون شلون احنا نرسم الفون روزن فيو. اللاين منها بهالشكل هذا خط وهذا لاين ثاني سوري فاللاين انسايد لو اوتسايد يا سالم It's inside the asylum. في ناتهم هنا داخل الاستابلوم. So there is no DDH here. I just for the record. يعني لا أكثر ولا أقل. Okay. نرجع للسلايد اللي مفروض نشوف بـ X-ray of DDH. بديكم بالسهل بعدين نروح للصعب لأنه I think it's very difficult to diagnose it. اوكي يلا هذا 10 دقائق مو ينتهي الوقت مالتنا اي دقيقه طيبه اوكي شباب اوكي شباب هذه اكس راي تو ميك ات شو راح نشوف هنا شباب اول شيء جدا لاحظ انه اول شيء اشوفه اقيس السايز مال الهيد ويا سايز مال الهيد اكو فرق بالسايز ولا ماكو ترون شويه اكبر لا هذا هنا هذا smaller on the left smaller on the left this is normal so the يعني الهيد بما انه خلوا بالكم شباب هو الهيد مين ياخذ الجروث مالته الهيد ياخذ الجروث من وجوده داخل الاستابيلا if the head inside the astabulum, it will grow. If the head outside the astabulum, there is no contour for it. يعني ماكو قالب اللي احنا نمود يبني عليه. فبما ان الهيد outside فما راح ينمو بينما اذا الهيد هنا inside, it will grow. So the first sign شوفوا انه it is smaller in size. It is smaller in size. هاي number one. Number two جدا نشوف بعد. So distance بين نعم. هو نفس الهاي سايد يكون هاير شو يعني؟ مو كلش بس اكو عندنا احنا تبي كلش هاي المسافه بالضبط اذا تشوف انه اكو there is wider here rather than this one بين كانما الهيد هو مبتعد outside the pelvis but typically اكو عندنا what we call shunton line شنتن لاين اكثركم يعرف شنتن لاين بس ما يعرف شلون يرسم شنتن لاين شنتن لاين ايزي سمبل ات از ا دوم مثل الدوم يعني مثل القبه دوم شيب والمفروض كونتينوس من ترسمه يرسم بشكل مستمر راح ارسم لكم اياه وياي بس حتى نعرف الباوندري مالتي منين الباوندري مالتي شباب من الانفيرير سيرفيس مال النك هذا الانفيريور سيرفيس مال النك
هذا ويا الانفيرير سيرفيس مالنا مال السوبيرير بيوبيك ريموس. راح امسح التأشيرة حتى ارسم لكم اياها شلون راح يرسم. راح ابدي منين؟ من الانفيرير سيرفيس مال البيوبيك ريموس بالضبط لايك ذس. امشي وياه امشي وياه امشي وياه. سوري بس عيد لافو تشوفون هذا قوس صح ولا مو صح؟ It's dome, yeah. dome shaped. راح نجي نرسمه on the left side. هم أبدي من superior من inferior surface مع superior pubicremus. حتى روح للنك لازم يسوي شوف عبارات لي فوق وصلت منها. Is it continuous or not continuous? Broken. Broken. هذا شوف يعني هذا dome المفروض يكمل هيج. ما كمل هيج. تمام هاي المفروض كمل هيك بس ايش كمل بهالشكل سوس هاي المنطقه ايش نسميها سوري هاي المنطقه هنا سوري اوكي عند الساحه هير هاي خلصوا ادمت الشباب هاي المنطقه هنا عم ساحه اشياء تخربط عفوا هذه وهذا. So here هالمنطقة هاي is broken shunted line. بينما here it's dome shaped. It's not a broken shunted line. While here broken. Here is not broken. واضح هسه شباب؟ نعم. Okay. زين. حكينا قبل شوي قلنا there is what we call the triradiate cartilage. اللي هو منو؟ هذا الخط الأسود ده تشوفوه راح أشيل التأشير حتى تشوفوه واضح الخط الأسود واضح اثنى هذا وهذا راح أشيل التأشير حتى تشوفوه هذا نسميه تراي راديات كارتليج تراي راديات كارتليج أوكي نرسم لاين من هذا طبعا كل لاين ترسم لازم عندك نقطتين هاي نقطة وهاي نقطة هاي نقطة هاي نقطة نوصلهم بخط تمام هذا الخط راح أوصله transverse line إيش ده نشوف هسه on the norm هذا normal وهذا DDH شو نشوف الهيد يعني مكان الهيد below above normally هذا normal it is below the line while here it is above the line. So normally it should be below the line, while here it is above the line. Anything above, abnormal. Below, normal. Okay? واضح شباب؟ ماشي. عندي لاين ثاني. طبعا هذا هم الاسم. هذا اسميه هيلوراين لاين. مو مهم تعرفون الاسم. بس احفظ انه there is horizontal line. اكو لاين ثاني. نرسمه from the most lateral aspect of the acetabulum. راح نمشي على normal هسه. هاي هي the most lateral aspect مال acetabulum. مو تمام؟ شو اسوي؟ تمام. من ارسمه perpendicular to the ground. هذا line perpendicular to the ground. هنا هم نفس الشيء عندي هذا the most lateral part. وارسم line perpendicular to the ground. شو الفرق الهيد عندي هنا؟ بالنورمال الهيد وين صاير ميديال عفوا هنا صار لاترال شو الاب نورمال يكون لاترال يعني بعيد عن اللاين والنورمال يكون ميديال تو ذا لاين واضح شوف هنا نسوي هنا وين كان يعني اخذ هسه الى هسه عندي تو لاينز عندي فيرتيكال لاين وعندي هوريزونتال لاين بالنورمال وين المفروض يصير ببطنهن ببطن اللاينات يعني بيناتهم بطنهم بينما بالدي دي اتش بره outside خارج so it is above and شنو lateral to the lines بينما normally it is below and medial to these lines وضحت الصورة شباب نعم واضح شو عندنا بعد لاين نرسمه شبابنا اكو عندي اذا تلاحظون دائما نشيك نشوف الشيب اوف ذا استابيلم
shape of the acetabulum here, shape of the acetabulum here. راح امسح التأشير حتى تشوفون بس حتى خلي عينكم على مكان اللي تشوفوه. إذا تلاحظون on the DDH the acetabulum is shallower. تمام؟ بينما هنا شو يكون it is more roomy. More roomy. تمام؟ بس هذه يعني خلينا نقول يعني نظرة هيجي يعني خلينا نقول نظرة بدون precision. أنا حتى أصلها دقيق لازم أكون عندي angle، والangle شلون أرسمها؟ لازم أعرف الangle مال من مال acetabulum أو نسميه acetabular index. أرجع نفس line مالتي horizontal line اللي هو through the triradiate cartilage. تمام شباب؟ وأرجع اللاين الثاني طبعاً عندي كل angle لازم two lines. تمام؟ تمام. عندي اللاين هسه عندي واحد معروف اللي هذا هو ترانسفيرس لاين، وعندي اللاين الثاني ثرو يعني موازي للاستابيلون اللي هو هذا لاين وهذا لاين هذا لاين ثاني. وصارت عندي هنا صارت عندي انجل نسميها استابيولر إندكس. زين هاي الأنجل كل ما تكون أقل أحسن، لو كل ما تكون أكثر أحسن. كل ما يكون أقل أحسن أقل أكيد. كل ما يكون أقل كل ما الأستابلوم راح يكون مغطى أكثر. So يعني هو تقريبا around 20 degree. Anything more than 20 more than 40 هي definitely abnormal أستابلر إندكس. Good شباب. أخذ دكتور بس هذه هاي الصورة تعطينا مختصر اللي 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 شفناه. صورة واضحة يا شباب؟ لا هذه صورة عشرة حتى ما ندوكم نروحكم بيها. إذا نشوف ال horizontal line بينما أنا normal horizontal line. نشوف ال horizontal line ال head وين صاير نانا above the horizontal line and it is lateral to the vertical line. شوف الهيد هنا بالمربع بالبطن بينما الهيد وين هنا بالمربع اللي outside اسهل. واذا تشوفون الخط الاسود هذا الخط الاسود هو شنو عبارة عن أستابلر إندكس. هاي الأنجل هنا طبعا نشوفه أصغر من on the left side. Good. Another X-ray of another patient. شو راح نشوف هنا شباب؟ أكو عبارة عن ذكرها قبل شوي واحد من الطلاب قال دا شوف أكو دا شوف هنا distance. هو ما شوفها يعني رأساً you raise a possibility of DDH. إذا نشوف بعد broken line هذا line وهذا line so it's broken. نرسم وياكم أرسم the horizontal line head over the horizontal line. الهيد هنا أنا فوق هنا أنا فوق هنا أنا وين جوا أرسم ال vertical من ال normal side. هاي هي النقطة أول نقطة أرسم ال most lateral part وأرسم وين perpendicular. الهيد وين صار عندي medial to the vertical line صح. أجي هنا وين the most lateral part هذا هو the most lateral part وأرسم vertical line. الهيد وين صار عندي الهيد بالنسبة لل it is lateral. فإذا من يام مربع حسنا هو صار كل ديته هذا المربع البراني هذا وين الهد هنا بالمربع الداخلي.
easy and simple. راح امسحها حتى نشوف. اكو ادي still there is a horizontal line and here we have an angle and here we have an angle. يا هالانجل اكبر. شوف هاي الانجل. On the left side, you can see this. This is definitely bigger. Meaning the astabulum is shallow. If you want to see this, you can see the astabulum here. Shallower, compared to this. We're not going to see this. The astabulum is shallower. And it's shallower. But we don't have anything to say that this is shallower. You have to have an angle. You have to have an angle. Good. What shall we do for the patient? Shabam. The age of reduction, معناتها نحتاج the open reduction, fixation, مرادي rotation osteotomy, ويحتاج عملية ثالثة على مود نشيل ال fixation مال osteotom. Three operations, okay? So you are going to prevent this child from these three operations simply by early diagnosing the patient. تمام to treat the patient. With early diagnosis, you have to pick up early diagnosis. اللي قلنا عليهم signs اللي هي Barlow sign, Ortolani sign, asymmetrical skin fold, shortening. We have Gaia's sign اللي هو short thigh or short femur. زين. جاني عمره يومين ثلاثة أيام أربعة أيام. By the way, أنا نسيت أقول لكم إنه أكو risk factors بالـ DDH. يعني إحنا مو كل patients يعني تقريباً نروح نفحص Barlow test أو Ortolani test. أكو عندي risk factors. شنو هي risk factors؟ أي patient breach لازم نفحصه. هاي واحد بعد. positive family history. أحد يعرف شباب؟ ناس هي يعني الشمالي يمشي ويا المديترينيان أريا. المديترينيان عندهم هاي تشانس أوف أستابلر ديسبليزيا. يعني الأستابلر يكون شلو من قاع الأستابلر شلو. فيعني هو مو هيد ديسبليزيكيشن بس يعني هو الأستابلر شلو سو الهيد أوتوماتيكيا راح يكون ديسبليزيكيتد. فعندنا بالشمال فيري هاي إنسيدنس أوف أستابلر ديسبليزيا وبالتالي هاي تشانس أوف دي دي إتش. عندنا بالحلة هنا بالبابل عندنا بالمحاويل high chance of DDH. أنا شخصياً لحظة عندي هواي patient عندهم DDH يعني الريزيدنسي مالتهم من المحاويل. فأنت بتشوف محاويل يعني put a high chance of DDH. Positive family history, positive geometry, breach presentation, there is a high chance of DDH. That's why early diagnosis. زين شخصنا وعمره تقريباً 3-4 أيام. شو نسوي؟ ترى بس التدابير اللي دخلوه. ماشي. إيرلي شو نسوي شباب؟ أول ما جاك عمره وما يشاطر أو فحصه أو شيء وقلت there is high chance of DDH. شو نسوي؟ أسهل طريقة
4 أيام. لا بالعكس swaddling is the worst. Swaddling is the worst شباب. أنا حرجع هالصورة بس هاي صورة مجرد بس في فكرة شباب أعطيكم إياها. انتبهولي شباب. إحنا ما أخذنا longitudinal axis of the femur. longitudinal axis وين يدخل؟ يدخل داخل من؟ داخل الاستابيلم. تمام. تمام. إذا سوينا swaddling يعني شنو سوينا swaddling يعني طبقنا الرجل يعني سوينا شنو adduction. من صار الصاص. من صار صار هذا الفتاي هذا صار هالشكل هذا. وين يصير؟ يطلع outside. So adduction. So adduction. Very wrong. يعني that's why يقول لك DDH شافوا إنه very rare DDH when بلاد الأسكيمو اللي يشيلون ابنهم حظاً يعني شايفين إن يخلون رجلي يشبخ على المفتاح على هم هو الفارقة شافوا إنه نسبة DDH كلش قليلة بذولة بالأسكيمو بالأفارقة ليش أساساً قليلين لأنهم they are holding their babies in abduction. So abduction is very wrong. That's why we have to go for abduction. تمام؟ That's abduction. It will put the head inside the esternum. أحسن طريقة وأسهل طريقة نسوي abduction ليش؟ أسهل طريقة عمره 4 أيام. four days. ابنه وهيجي راح يصير رجيع عود وهيجي رجيع مفتوحات عود فعلاً حقيقةً نواجهها مشكلة يقول له اسمع منا وطلع منا اليوم بالعكس يقول له المار مال البيشن راح يتول ميك دي كونجيشن وهو ناس يسمعون كلام بس بالنسبة لهم يرحون هناك وتجيهم حبايبهم تجيهم العجائز لا راح يدون يشن عليهم هاي شلون وما يصير وهذا ابنكم راح يصير رجيع فحج وعود لا It is very wrong to put the patient in swaddling. So you have to start with double napkin. Okay. What are the rest? نقول أربع أيام مشت الأمور. بس لا جاني ورا شهرين. شو سوي له? Better, easier, and شنو? جواب. سبلين. Very good. سبلين. راح نشوفكم صور لل different types of سبلين اللي موجودة. Rigid. يعني هذا إذا تشوفون آخر واحد هذا نسمي public harness ما نحن هم أسامي الحفوظة بس حتى خاف تجيكم في اليوم تطرونها public harness هذا flexible ليش سوى flexible؟ شافوا قالوا إنه إذا نزول بقيهم in fixed abduction there is a high chance of avascular necrosis when بالهيد أو فيمر لأنه ما دي يتحرك الفيمر الفيمر يراد الحركة على مدى جي بلد سبلاي فشافوا أنه chance of avascular necrosis يكون أكثر بالفيكس تايب so يفضلون البابليك هارنس
لأن هذا صح هو abduction بس الطفل يقدر يحرك رجله. That's why there is this less chance of avascular necrosis. Okay. هاي الطريقة نقدر نطبقها لي وشباب الحج عمر around 6 months. زين ورا 6 months شو نقدر نسوي لهم؟ قبل يعني المفروض نسوي ريدكشن. الريدكشن ما شلون نسوي؟ نسوي بالطريقة هذه. تشوفون بها شنو؟ تراكشن لكن التراكشن مالته vertical traction إذا لدهم شباب تمام it's vertical traction نسميها gallows traction إذا مرة تسمعون كلمة gallows traction إيش قد نخلي وزن هنا رفعنا منا وهنا الوزن إيش قد نخلي وزن تقريبا أحد يعرف يلا لا 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 ايش قد نخلي وزن 5 10 15 كيلو قد يعني 1 2 نص كيلو 5 ها طبعا هم ناس هم هذول نيو بون يعني قد وزنهم يعني around يعني 3 4 5 6 كيجي تمام بس قد نخلي وزن سهل بسيط ما راح ادوخ ما ادوكم بيها تقول اخلي له وزن لحد ما هذا البلبس مالته الساكره ماكو يرفع شويه من البيت يعني زيد اخلي له ربع كيلو بعدين اخلي له ربع فوقها اخلي له ربع فوقها ربع الى ان اشوف الحرم مالته بدا شويه يرفع من البيت شويه يرفع بدا يرفع اوكي هو هذا الوزن الكافي بالنسبه لي اوكي انا بس راح هذه الصوره شوفت من هذا بالبيت ايش ممكن نسوي بالبيت بالمستشفى ايش نسوي بالمستشفى نسوي نفس التايب اوف اتراكشن ذس وان اوكي شباب وضحت الصوره لكم اوكي هذا هو نفس الشيء قالوا التراكشن إذا تشوفون الوزن مالتنا يمكن نبين هنا هو مو كل شيء بس هو إذا تشوفون الحبل منها هاي البقرة وينزل لجوه ايش قد دخل الوزن هنا قلنا نزيل إلى البيلبس مالت بدأ يصعد عن البيت هذا هو الوزن الكافي مالتنا إذا تلاحظوا شباب إذن شوف هنا فوق إذن شوف هذا هو مكان البولي مالتي تمام مكان البولي وان الهيد مالتي وين الهيد outside the esternum وعدد الديدية صح أنا شو أسوي ما أسوي رأساً abduction gradual abduction يعني يومية شو أسوي هاي أجيبها خليها هنا وهاي أجيبها خليها هنا يعني gradual abduction لأنه rapid abduction it will endanger the blood supply of head of femur so gradual abduction لا نوصل للنهاية الحد نهاية الابدكشن أوكي ماشي صار الابدكشن كملت الابدكشن مالتي شو سوى وراء سبايك كاست اللي هو هذا وضحت الصورة شباب يمكنكم هسه نعم هذا اسمه بيكول هيب سبايكر احنا يعني من اساسيات البي او بي كاست شباب انه وي هاف تو فيكس ا جوينت بيلو joint above. تمام. We have to fix this joint and we have to fix this joint. فإذا لازم نصعد لنا ولا لازم ننزل جوا هذا. حتى نثبت ال in abduction. تلاحظون it is in abduction position. Okay. We keep this until the head. طبعا inside. زائدا نبي نشوف الأستابل الأمريكي ما لنا يبدي يقل ويزيد. الأستابل الأمريكي
يبدي نشوف يزيد يلا نقول اوكي امور مالنا جيد اوكي شو فيري جود زين امور if this doesn't work شو نروح لمن اوه نروح للopen reduction زائد طبعا هاي ما بدوكم تفاصيل بس احنا نفتح ندخل الهيد انسايد نسوي كابسولوغرافي كابسولوغرافي يعني شنو نروف الكبسول نروفها للكبسول يعني نزرق حجمها نعم اوكي هاي الصوره بس ادي اشوفكم اياها هذا هو تايب اوف سيبلين از ذس وصلنا للختام ان شاء الله بس يعني هي اهم المواضيع تقريبا غطيناها واكثر المواضيع اللي انتم تحكم بها الشال تقريبا حليناها بس عندي شغله واحده بدي اشوفكم اياها قبل ما نروح هاي الاكس راي راح اكبرها broken okay بس فقط قرر يشوف الاسباب اللي بدك تسجل مالها هنا شباب راح نرسم هذا الهوريزونتال لاين هذا هذا 60 70 تمام هذه شباب انا بس جبت هذا السلايد يعني متقصد هواي من عندكم نسالهم مثلا يقول there is posterior hip dislocation degree there is posterior hip dislocation يعني كان نعتبره traumatic posterior dislocation but really it is not ليش it is not لأن نلاحظ الاستابلوم هير مو مثل الاستابلوم هير يعني هذا حتى يصير dislocation مفروض هذا الاستابلوم هنا نفس الشكل الاستابلوم هنا شيء ها تمام والدليل راح اشوفكم اياه هسه راح اشوفكم اكس راي ثانيه للبيشنت اللي عنده posterior hip dislocation شلون يكون shape of the acetabulum shape of the acetabulum hip dislocation يختلف تماما عن congenital hip dislocation اتصور هاي clear واضحة شوف الفرق شوف هذا normal acetabulum تمام this is completely normal وهذا ايضا نورمال استابيلم راح اشيل الاشياء حتى تشوفون بين الاثنين يعني هذا مو شلو استابيلم مو الاندكس مالتي كلش عالي لا الاستابيلم از ويل فورمد ويل فورمد مثل هذا لكن الفرق الوحيد انه اتس امتي استابيلم راح ارجع للصوره اللي قبل يا شباب بس حتى تتاكدون نركز عليها شلون انه نميز بين الاثنين واتس فيري امبورتنت اوكي هذه هو صح كبير العمر لكن اكو فرق بالاستابيلم هسه لاحظتم كيف الفرق بين الاثنين نعم تروح تمام الاستابيلم هير شنو الاستابيلم هير از شالو وذ ذس وان اوكي شباب سؤال استفسار تقريباً
دكتور يعني هذا ليس بي اصلا بروسس يعني بالبريجننسي ان ذا لاست خلينا نقول لاست تايم او لاست بيريد اوف بريجننسي دي يصير المذر تفرز ريلاكسين هرمون حتى يسوي ريلاكسيشن اوف ذا بيلفيك ليجامنتس حتى يصير خلينا نقول ايزي ديليفري. الميل بيشنت الميل خلينا نقول ميل انفانت اور ميل بيبي اور ميل امبريو ما عنده ريسبتورز فور ذا ريلاكسين هرمون فما يتاثر, بينما الفيميل بيبي or female embryo, they have receptors for the hormone relaxin. إذن الهرمون الرلاكسين راح يشتغل على المذر ويشتغل على اليمن على الطفل, تمام؟ وبالتالي راح يصير relaxation of the ligaments هنا دائر بالتالي راح يصير يعني liable for desiccation. اوكي شباب؟ أوكي. واحد منهم through the metaphyseal, واحد through the capsule, واحد من الجمنتم تيريس, تمام. البروسس هنا بالDDH البروسس كلها gradual لو sudden gradual وبالتالي الوقت هاي الكبسول يعني صح هي الكبسول outside لكن يجيب لها supply through the capsule. الليجامنت تيريز هم مددوية هم راح يجيب لها سبلاي ثرو ذا هيد اور الجاية, بينما بالتروماتيك هيب ديسلوكيشن هذا صار لي تروماتيك اميديتلي الليجامنت تيريز يطير الكبسول راح يصير بيها بليدنج انسايد, تمام. فانترا كابسولر بليدنج اول ما ياثر علينا على الفينس سوي الفينس تامبونات ويستمر اذا استمرت البروسيس يقطع حتى للارتريال, وبالتالي انقطع عدي هذا يعني الليجمنت تيريز والكابسولر بقى ما تعتمد على اليمن بس على الميتافيزيال سبلاي, فالشانس اوف افاسكيولار نيكروسيس يكون اعلى بالتروماتيك هيب ديسلوكيشن. اوكي شباب واضح يلا الله وان شاء الله التوفيق للامتحان بالقراءه مالكم ان شاء الله. عفوا دكتور بس على مباشر ترى عاد يقدر ياخذ لنا هوات وهو